كيف مرحبا بكم. الله يهديك واهلا. خويا بلدوزا مرحبا بك في الحومه تاعك في البلاطو تاعك. يبارك فيك. هذا راه شفت لادريس تاعك قول اون بلانيت هيب هوب مهما رابير في الجزائر في الدومين تاع الهيب هوب هذه هي الحومه تاعك. سي فو نحس روحي يعني في الكارتي تاعي. يا خلاص خويا هذه هي. بلدوزا عندكم في الحومه تاعكم انتم اللي يديروا بريك دانس هذو؟ كاين يعني كاين بجروب يسميولو دي ال دي من عين توتا سبيسيال يعني شاركوا حتى في مهرجانات في وهران. أيوة. راحوا مشاو وربي يبارك ثاني حتى هما يخدموا بريك دانس. الناس يعرفوا باللي شغل الثقافه هذه راهي بارتو مش كيما بكري يعني الناس كانت ما تتبعش هذا هيب هوب براك. أيوة. راب مي دركا الحمد لله يعني الناس عاد تتبع الدومين هذا تشتي تشوف حاجه مليحه. جاونا الصحافه كاع قالوا لنا شكون انتوما شكون انتوما ما نقدروش نقولوا انا انت هذا بس قال الجزائريين ساهموا في البروجي هذاك دونك حنا قلنا الناس الخير حاجه كاين في العرف تاعنا. اي والله هكذاك بدات ناس الخير يا خويا ربي يجازيك مع الخير. سبحان الله في جماعه تاع عين توتا ميم لا سيلول اليوم تاع ناس الخير في عين توتا ناشطين ما شاء الله. سي كاين عندكم كاين حركيه كبيره في الفازون تاعكم. كاين ناس الخير وتنسقوا مع بعضكم في الولايات الاخرين هكا. طبعا هما قبل ما يديروا خليه تاع ناس الخير في ولايه واحده اخرى توجور يتصلوا بينا باش يقولنا بلي حنايا نشوفوا شكون الناس هذوما المصداقيه تاعهم وما عندهم خصوصيات تاعهم في الولايه تاعهم ما عندهم لوتونومي فنيه وتلقى اللي يدير رابي تلقى قلت لك الجزائري يعني من اللي كان بدمه معروف بالكرم يعني بلا ما بالكرم وانت تكرم علينا بغنيه اخويا تعالى انا حابين نسمعها. صافي بليزير خويا سي بون سي بون ديجي عادل سيبنا على انا تاع خونا بيلدو جاي جان منين تنفس في الورقة بريشة معبية أدرينالين خافت كيما خاف مني الخوف لي بكيني ده الموقف الشوفات عيني بغادة تدير الفيمي مثل ما رحش الحال يخل قلبي ما خدام وخدام رجال سيد هم وقلبي سيد الأحزان العذاب لي قال لي قاشي حيرني كي شوف انتاجي ماشي على جال المادة فينا الملق بقهواشي قالوا لي أقرأ تنقل قيت الصح فوق الخبرة يا ربي نقصتك أعطيني بوست في مقبرة قريت باه زعما نمسح دمعت الحجة يما مي كلمة دلمه ولات اسمع لغيري مسمى الدمعة خافت تبكي باسكو راح لي كان يمسحها هي تبكي تضيح ما مقطعش بصح نسمعها سي بورسا درت الراب ودرت الثقة خير في ذراعي باسكو عادو ثيابك لا توجد تبكي مع الراعي تفتح لي قلبك ولا حاب تفتح لي قبر ربحت معاه العيب في الدنيا رخص لي اسمه زهر وجات خطبطني الدنيا من والدي بشرط الموت ودرنا دار صحيحة كيما بيت العنكبوت نبكى واليوم البارح فيا يتحماو نتعذب في فراشي الرحمة في الفيلم تاع الصاو وتلمو عطرو فيا يشيخو عليا كيف العشايس معليش نرضي معاي مزية مخي بدي فرايس يا طفل رفيقي عندي راس لقى في شيطان دمعتك لي طبطي راسي قلبك روحة شان سي بولا بان تبكي لي بان ولي سي طروطار الغلطة فيا ساس مكاش ولا نطلع في الدار الجرح راهم خطي وقتها يرفع الستار صغير وهم وكبير حمار تاع دار سبيطار سميتها دار الحكرة نسكن وحدي والسلام الدار اللي خلتني ندي غرفة في الأوهام كلش للبيح بغاو مخي مني ضيح هذا الحريق تاع قلبي مش تاع مصطفى بديع الحريق نتاع الصحبة المرة نتاع الفراق نخمم نطفيه لو كان نلقى باللبساق الدنيا اللي قراتك راهي هزت من عندي الكور جامي ندور عليها يكفي هي عليا الدور لامور راهي تستنى فيا نغلط بعد صور الحق ولا صور طاحو تبنى فوق صور صبر روحك بيا انت يا ورقة معبية كلام لا ميوزيك ردتني زاني باسكو الحما عليا حرام ضيعت لي عمري باطل والاخر يعطيها الصحة وليت لا مالا صحة طالب غرفة في مصحة ومازالني حاير انا ما فهمتش هذا القوم في ظهري جاعوا ولا حبوا ياكلوا من زقهم ملوم حتى واحد همو يزيد لي غير الهموم الشمس كي تتغطى نقول الحمد لله حتى اليوم عدى عليا ليل جيت نخدع لقيتو فاق يستنى فيا نرقد كي تلتف الساق بالساق الكلام اللي قلتو مش عشان نشبع تسفاق انت يا دمك فازت باسكو مخلط بالنفاق منافقون وسي با لا بان تقول لي شكون دمعتي تسيل غير في كاسي ما ورب الكون قبري اللي يرفدني ماشي نتوما في القلوب كي تشوف الضحكه في وجهي فما ستيلو راه مقلوب We'll be right back.
شوفوا بزاف قريب ندير الفيمي. شفت ياسر خويا. اخويا راك شفت يعني لي بانش لاين هذه شغل في لي تكنيك اللي كتبوا بهم تاع العرب وسي قلت دمنا ولا فاسد المتعمر بالنفاق. عرفت خويا كيف ما جاتك ليدي اللي درتها كتبت بها الاغنيه هذه؟ يعني كل من المجتمع والبلاصه اللي رانا عايشين فيها كامل تلقى ناس هكا وناس هكا، ناس يعني هكا انفاس تلقاه مليح معاك وفي كل شيء داير ماسك تاع ذيب تلقاه يعني قريب ليك، هذا هو البروبليم يعني انفاس تلقاه هو اللي وارا هو اللي يمشي فيك. هذه تقول الضربه اللي تجي من الكبده، هذه شفت الضربه اللي تجي من الكبده. يعطيك الصحه انك شوف فلو تاعك ما شاء الله، بارول تكست تنقيل النطق ما شاء الله. نتمنى لك ان شاء الله كل نجاح. شحال عندك من اغنيه ولا من البوم ولا شركت في 2010 هكاك؟ ما كنتش حاط يجي يوم نكون فيه رابر، مش رابر يعني 2010 يعني 2012 هكاك تعرفت على استوديو داث فلو في باتنا. في باتنا عاد اللاراج اللي نعطيه تحيه كبيره. تحيه لعاد اللاراج اخويا، ويعني عاوني بزاف وكاين في غنايات. اول غنيه سجلتها معاه ودار معايا هو بعد في تيرينغ، هو اللي خدم لي الرفرا منينا على البلاد. على البلاد ومن ثم بدينا يعني نونجاجي وبدينا نخدموا. يعطيك الصحه والله، يعطيك الصحه خويا وكمل ما تفشلش ان شاء الله تنجح ما دامك تخدم وجونتي كيكا. واش رايك؟ والله غير انا بور موا سي تاني شونتيون تاع واش كاين في المجتمع الجزائري. بلا زيد نرجعوا، واش راك تخمم جديد الايام الجايه؟ ماكش ناوي دير كليب ان شاء الله؟ ان شاء الله رانا نخمموا في كليب جديد انكومبارابل على الاسم تاعو. اسمه انكومبارابل ان شاء الله، وناويين 2015 ان شاء الله نخدم البوم باذن الله. اخدم خويا عندك مستقبل ان شاء الله. بربي ان شاء الله الشعبان تعاونوا اخويا. بيلدوزار قال لك هنا الجزائري ما يشريكش، انت يشري بوبا ولا فوين والاخرين ما يفهمهمش، بورتو ما يفهمهمش. شنو يعني المشكل هذا علاه مثلا في رايك؟ تلقى يعني رابر هنايا يروح يتعب على كليب في التسجيل. علاه ما يشجعش الرابر تاع الجزائر؟ تلقى يعني لا بليبار هكا يقول لك انا نفضل علاه نشريه، نروح اليوتيوب نشوف نهز نتيليشارجيه ونروح يقول لك علاه نروح نمد 10000 عليك. جوبونس كو هذا استعمار ذهني سهله. لا جوبونس هذا ثاني سي ان بروبليم تاع كاع الفنانين في الجزائر ولا ميم في الانترناسيونال. دوك تيليشارجمون تاع يوتيوب وتاع انترنت، لا دانيير فوا نشوف ايميسيون هكذاك في لوروب ميم هما داروا جمعيه سبيسيالمون باش ينددوا. كان عيط لي برك الفراش كي رانا نحكوا على الكونسير. لي كونسير كدير بلدوزار؟ خدمنا كونسير في سيدنا رمضان هذا اللي فات. الله يبارك. يعني ثاني كان كونسير انا شدينيه درتوه في رمضان. النهار الاول تلقى يعني ما نقولش سابوطاونا ولا ما فهمتش علاه. النهار الاول جينا راح نخدموا كونسير، يعني رحنا للسلطه ثم في البلاصه تاعنا في عين توته وحكينا معاهم وقالوا لنا سي بون في النهار الفلاني عطوكم لوكي تجيو تخدموا الكونسير هذاك. ونهار رحنا راح نخدموا الكونسير لقينا فرقه تاع فرقه دينيه راح يديروا اناشيد. قلت لك اناشيد ديني سميتها بالك ما قال لك كيفا انتم راح تخدموا راب راح تخدموا مع جماعه اناشيد دينيه هي ما تصلحش. كانش منها قلنا مي قال اموا راكم قلتوا لنا على الاقل غدوه غير غدوه مي لا يعني تمدوا لنا الديني. شفت النقطه هذه وكملتوا درتوا الكونسير ولا لا؟ كملنا درنا الكونسير يعني بالدرع. بالسيف بالدرع فهمت كما قال لك انت. حتى انت تقول راب تاعي رانا نهضر على حاجه شغل عندها معنى عندها فائده فيها مضمون فيها روح فهمتني؟ سمعوا هما بعد يعني لي شونسون اللي درناهم وعجبوهم وقال لك سي بون عطاونا الاوكي وقال لك تخدموا. والنهار هذاك زعما جابوا الغاشي جا يعني جاوا لجان على جالكم جاوا لجان فما قال لك خلي حتى الغدوه الغدوه هذيك خدمنا وكمان زادوا جاوا. هذاك شغل لو سول كونسير اللي درتوه؟ هذاك لو سول كونسير ان شاء الله ان شاء الله خويا مره اخرى. نشوف فيك في وبمناسبة جزائري ودائما تندد باللي بالاخوه الجزائريه. اخوه جزائري اخو خاصه الفيديو تاعك الاخير تاع غردايا على غردايا متاسفين على الوضع اللي هو صرا في غردايا. صح قلت لك عربيه واللغه اللاتينيه والامازيغيه باش نكونوا كاع خاوه. خوتي رانا كاع خاوه رانا كاع جزائريين. ربي يبارك فيكم. ميرسي بيان خويا سي خويا كريم. السلام عليكم. ها خويا كيكا كريم ما يجيكش هذا خويا كريم تعطيه ديروا لي انقلاب كريم. نعطيكم لاباج فيسبوك تاعو كونتاكتيوه ولازم ندعموها خويا. انا نجيبو نخدمو عنده لي تي شيرت هام تروا لونغ مليحه المبادره هذه ما شاء الله. هو شغل انا عجبتني فيه حاجه وش هي؟ انه انسان مبدع سي فري كان اللي داروا كتبوا بالعربيه اول حاجه هذاك ابداع
وكان اخرين داروا تقليد وابدعوا حتى هم بطريقتهم الخاصه. مي هو جاب وش اللغه الكتابه الحروف مش يعطونها تيفينا التيفينا امازيغيه يعني هو الاصل تاع الجزائري امازيغي امازيغي خويا امازيغان ورطه ماسينيس يعني لو كان تشوف خويا بيلدوزار زيد احكي لنا خويا باسم الشباب تاع انتوتا واش المشاكل تاع لي جانثم كاين يعني كيما اي بلاصه كاين دي جان تشتي تخدم تشتي تبوجي هكا تمد يعني واش عندها تحرك مي تلقى يعني صعوبات كيما حنايا في ثم في عين تويتا الجروب هذا وين يونتريني يونتريني في الرود في الشارع في الشارع مكانت وديجا كاين بي بوي العام اللي فات ولا اوليو با يونتريني في الصاله يونتريني برا طاح الكود تاعو تكسر تكسر غير قول راه سي بون راه صايب فانت كاريير راه يجبد هذه هذه شنو المقانن تعرف المقانن هلا دايرين كاشا كاشا ورانا الرفاجين خويا بلدوزار خويا دوك نسمعوا المقنين تاع الصح الفنان المقنين صح نتلقموا بلدوزار يعطينا غير النقي يعطينا غنى سيرفاتي نقي والله شغل فرحت كي راكم معنا في الحصه تاع اليوم نختتم الحلقه تاع اليوم بالمورسو تاع خونا بلدوزار كلمه اخيره قبل ما نسمع المورسو تاعك يا خويا يعني بغيت نوصل ميساج برك للسلطات اللي ثم في ولايه باتنا يعني عاونوا لجان تاعكم ما تخليوهمش يروحوا للشارع الشارع وما يرحمهمش يروح ما على باليش انا يدوخ ينسى يقول بقى ننسى ومن بعد يعود يكسر يعود يدير ويدير ويقول لك علاه طلعوا فيهم بنيو لهم ميزون جان كاين الله يبارك الدوله تاعنا علاه يعني ماتوا عليها الشهداء هذو والله انا حبيت غير باش نختم مع بلدوزر انا نعطي ايدي للمسؤولين على بالك كاشاك فوا نتلاقاو بهم يقولوا نعطيونا مشاكلكم حنا نقولوا للمسؤولين سمعوا الراب تفهموا كاع المشاكل تاع لي جون بلانيت هيب هوب نختتموا الحلقه بالمورسو تاع خونا بلدوزر سلام
20 اوكي لفت في نوري كارتس